بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. قبل ما تتكلم على الغيابات وتتكلم على الاصابات وتتكلم على سوء الحظ وتتكلم على حاجات كتيره قوي النهارده، رغم كل ده الاهلي كان ممكن يكسب المباراه بسهوله كبيره جدا الشوط الاول، بس الشوط الثاني الموضوع بقى صعب جدا. ايه اللي خلى الموضوع صعب جدا الشوط الثاني؟ هل هي اصابه الترهوني اللي كان حسين الشحات فات عليه جبهه ناريه؟ لا، الموضوع برضو حتى بعد اصابه الترهوني الاهلي كان يقدر يسجل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بعد تغييرات بس موسيماني الدنيا بقت ضباب جوه ملعب النادي الاهلي. 4-2-3-1 كانت واضحه في البدايه. محمد مجدي قفشه نقطه قوه الاهلي جوه الملعب، الراجل بيقدر يستلم في ظهر كناريا وفي ظهر حليمه وكان شغال صناعه لعب الشوط الاول. الله ينور. تيجي انت بعد ما غيرت الطريقه بعد اصابه اليو ديانجو ونزلت ناصر ماهر وقررت انك تطلع طار محمد طاهر السيء جدا واللي قراراته كلها في الملعب غلط ومش حاضر ذهنيا، طلعته ونزلت كهربا. دلوقتي كهربا لما نزل كاول تغيير، هنتلاشى حته ان كهربا ما بيتمرنش بقاله فتره طويله، ورغم كده بقى هو التغيير الاول في مباراه الزمالك والنهارده كمان قدام سموحه، هنتلاشاها خالص ونتلاشى حته ان فين الناس اللي كانت رجليهم في الملعب وهو كهربا موقوف مره واحده بعد بس. حاضر، مش هنتكلم في الحاجات دي عشان الحاجات دي بتزعل الناس. كهربا نزل، كهربا نزل كمهاجم تاني مفترض ان هو بيلعب مع محمد شريف. كهربا بقى بيقرر ان هو هنزل العب تحت، ولما انزل العب تحت دي معناها ان انا اغلب الوقت هكون شخص بيحاول ان هو يصنع لعب. طب كهربا انت بتعرف تباصي اساسا؟ لا، بس انا هنزل تحت علشان خاطر اخلق لعب الزمالي، بما ان كده كده محمد مجدي قفشه هيتطرف ناحيه اليمين علشان يبقى قدام اكرم توفيق، علشان الناحيه دي نضيف لها قوه هجوميه وتقعد تدور. طب يا جماعه الشغل ده جوه الملعب جايب اي حاجه اطلاقا؟ طب ايه اللي حصل بعد كده؟ لقينا ان لبيس موسيماني بيقرر يضحي بايمن اشرف. ليه يضحي بايمن اشرف؟ واخد انذار يا عم اسيبه يطرد. طب هو ايمن لعيب صغير علشان خاطر ياخد انذار في اول تدخل مع عطر الطاهر يجي مطرود؟ سيبه يا عمي، ثق في لعيبك اكتر من كده، وخصوصا انك منزل ولد صغير وهو كوكا. انا عارف حته كوكا دي انت منزل علشان خاطر تقول للجمهور وتقول للاداره ان انا والله يا جماعه ببص على الشباب تحت وانا بطلع لعيبه شباب للفريق، ماشي، بس الكلام ده مش النهارده. انت محتاج تكسب علشان خاطر توصل للقمه، وفي صراع الاهلي والزمالك على القمه، فانت محتاج تكسب مش محتاج تظهر بياضك للمجلس، لان كده كده الناس بعد مباراه الاهلي والزمالك لو عملت اي حاجه يقول عليك الله ينور والراجل ده بيعمل شغل زي الفل. بس النهارده بقى ايه اللي حصل؟ تغييرات وليد سليمان والتر بويا وكوكا انتهت القصه تماما، لان وليد سليمان لما نزل محدش كان فاهم مين يا جماعه اللي بيلعب مهاجم تاني مع والتر بويا، وليه والتر بويا اساسا نزل مش مروان اللي كانت رجليه في الملعب الفتره الاخيره، وبرده فين يا جماعه؟ المشكله في الاهلي ان محدش فاهم حاجه، في ناس بتبقى بعيد قوي ومره واحده تيجي تلاقيها بتلعب اساسيه. لو اتكلمنا على حته محمد الشناوي، كان مفترض ان انت تعامل على لطفي ذهنيا بطريقه ارقى من كده. الراجل عامل مباراه كويسه، الشناوي مفترض ان هو ما بيتمرنش بقاله 10-15 يوم، فطبيعي انك تدي للراجل فتره راحه ان هو ياخد حساسيه الماتشات الثانيه وحساسيه الكوره، مش اول مباراه تيجي يلا شناوي نلعب على لطفي على الدكه. الراجل عمل لك اداء كويس النهارده مباراه سموحه، مش هيبقى عليه ضغط، بالعكس هيكون عنده ثقه اكتر، فسيبه يلعب النهارده. شفنا ان الشناوي اغلب الوقت كان راجل بره الجيم لان راجل معذور مش بيتمرن اساسا، وفجاه لقى نفسه في الملعب. هتقول لي هل الكلام ده كله معناه ان سموحه كان فريق سيء؟ لا اطلاقا، سموحه عمل جيم جيد جدا، وكابتن احمد سامي عمل جيم ممتاز جدا. شوط اول الراجل بيعتمد على الثلاثي اللي تحت حسام حسن، الثلاثي مصطفى فتحي، الراجل لقى نفسه في سموحه واحمد عبد القادر، ومفترض ان الناحيه الثانيه عبد الكبير الوادي وقدامهم حسام حسن، رباعي مميز جدا، كناريا وحليمه بيحاولوا، والاثنين مساكين البدري ورجب نجبيل مع احترامي ليهم كان ممكن انك تاكل عليهم عيش وتعمل عليهم النهارده احلى شغل. اطر الطاهر عمل اداء جيد مقارنه ان كل اللي لاعب عليه كان سيء وما كانش بيعمل اي حاجه غير ان هو بيلوش، والترهوني الناحيه الثانيه كان سيء جدا. وطبعا هاني سليمان ما حدش شاف فرصه ان الاهلي ممكن نشوط على هاني كتير. الشوط الاول كان في فرص ضيعناها، بس كنت مجدي قفشه اللي قبل الهدف الاول بتاع سموحه، الراجل للامانه عمل اللي هو يقدر عليه، كان صعب قوي ان هو يلعب في الضيقه، فالراجل قرر ان هو هيلعب في البعيده الناحيه الثانيه وطلعت منه بره. ردت بهدف. هتقول لي كره كهربا ردت علينا بهدف؟ كره كهربا الكره صعبه جدا، لان الكره ملعوبه له كروس من محمد شريف وكهربا ظهره للملعب. الراجل طبيعي ان هو يفكر يعمل دبل كيك لان هو مش شايف الملعب، فطبيعي ان هو يتصرف كده. حته بقى ان انت تقول لي ان احنا ضيعنا فرص وما ضيعناش الشوط الثاني، الشوط الثاني ما كناش موجودين. كابتن احمد سامي ساعه ما قرر يلعب 4-4-2 ويلعب مرتداتك وتحط مصطفى وتحط حسام حسن، اثنين مهاجمين يدوروا على اي حاجه يضيعوا بيها وقت او اي حاجه كده تخلي ان هم يدوا متنفس لخط الدفاع بتاعهم علشان خاطر الاهلي كان عامل ضغط عليهم الشوط الثاني، فده يحصل بكابتن احمد سامي. اما كل المحرك بالنسبه لكل اللي حصل النهارده ده هو تغييرات موسيماني. الراجل مش اول مره اقولها لك، مش بعرف يقرا ماتشات، الراجل تغييراته نوعا ما بتكون فيها ثبات اكتر ما تغييرات ان هو بيغير السيء جوه الملعب. هو يفضل قاعد معانا طول ما هو بيكسب الزمالك، ارتحت.
خسرنا النهارده لك يا صديقي، بس برضه ارجع اقول لك ان كده كده الدوري بالنسبه لنا حاجه طبيعيه وحاجه محسوم، حتى لو قعدنا نتغلب على طول هنلاقي ان احنا بطل الدوري في النهايه، فلا تحزن يا صديقي. وبما انك مش هتحزن فممكن تعمل سبسكرايب لاخوك وهارد لك يا صديقي. لو اتكلمنا على مؤامرات والحاجات دي مش انا اصلا اللي بحب الكلام ده، روح هتلاقي في ناس كتير على اليوتيوب هتكلم على مؤامرات وحاجات كتير، بس المشكله النهارده ما كانش في كوره حاطه في ال 18 لعيب اهلي واقع فيها، فصعب انك تتكلم على اي حاجه في المؤامرات، بس هم هيقول لك حاجات كتير اتكلموا فيها. انطلق يا صديقي روح شوفهم بيقولوا ايه.